السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت نسرين. نسرين مرحبا بك. مرحبا بكم. سؤال دائما راه يدور في الأذهان، الابتسامة كيف تشوفيها أنت؟ الابتسامة هي وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بصح حاليا في مجتمعنا شغل قليل تلقى واحد مبتسم، شغل ربما من هموم الحياة أو لا أدري، لكن كشغل كي تروح اي مكان قليل متلقى واحد يستقبلك هكا بابتسامه ويساعدك في اداء اعمالك اليوميه ولا في قضاء حاجياتك. كشغل حنا نتمنوا انه الواحد يكون كي يروح يقضي صالحه ولا يدخل الاداره ولا يروح لاي مكان باش يقضي صالحه يلقى الناس مبتسمين في وجهه، على الاقل الا كان هو ديجا مهموم يلقى الناس فرحانين يقلعوا له شويه على همه. كاين شغل مام في المستشفيات تدخل كشغل واحد ديجا مضرار هو داخليا، ومن بعد يزيد يلقى الناس تستقبل فيه بطريقه غير مناسبه وممكن حتى تقعد تزق عليه. كشغل هو ديجا مريض وكاره زعما كشغل خايف على روحه وكاره يزيدوه الناس يستقبلوه بهذيك الطريقه. كشغل كاين حتى اللي يتجنب انه يتعالج على جال هذا المشكل، وكاين اللي يتجنب يقضي صوالحه وقته في الاداره وكاع على جال الاستقبال الغير حسن، مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالابتسامه ووصانا انه ونكونوا ملاح مع الناس في التعامل ونكونوا اجتماعيين، بصح حاليا قليل اللي تلقاه يبتسم في وجهك شغل كي تروح تدير عنده حاجه ولا كي يكون عندك حاجه تقضيها. الابتسامه هي شيء جميل، حاجه مليحه واحد يتبسم. يقول لك هي اللغه التي يفهمها كل العالم، عالميه. عالميه تتبسم العالم كاع يفهم، ما كانش يفهم اللغات مفهومه. وكان ثاني الدين تاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا يقول لك ابتسامة في وجه أخيك صدقة. 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 إذا نشوف سبحان الله حتى في الابتسامة كاين أجر. أه كاين أجر، عندك حسنة عليها. ابتسامة في وجه أخيك صدقة. بارك الله فيك. فيك بارك. وحنا الشيء هذا اللي نتمناوه دائما، يعني تكون الابتسامة. ماذا بينا احنا إن شاء الله كاع نشوفوا في وجوهنا الابتسامة وربي يدومها علينا إن شاء الله. إن شاء الله. والابتسامة يعني تريح القلب. تريح القلب و طمأنينة. تعطيك طمأنينة في النفس. طمأنينة يعني وتحس روحك يعني راك اجتماعي. 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 كيما تكون في الترام ولا في البيت تشوف واحد يضحك غادي تضحك معاه. حاجة مليحة. وكيما احنا نقولوا يعني السيد دخل في قلبي، من تشوفه بشوش ترتاح له. نيشان يدخل في قلبك. كاين واحد القضية مش عارف ولا تعرفها، الهالة. الهالة يعني احنا نطلقوا واحد الريون يعني واحد الإشعاعات هذه هي تحس باللي تقول هذا ارتحيت له. اكيد ما غير ما تعرفهاش كي داير بصح غير يتبسم تحس براحه نفسيه نيشان في وجهه تعرفه. ايوا والابتسامه حاجه مليحه، حاجه مليحه بيان سو. تفوت نهارك مليح من تشوفها. باينه تبدا بابتسامه تفوتها. الابتسامه يا اخي هي الدين تاعنا، الدين تاعنا يامرنا بها. راك معاه عندي جا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ابتسامه في وجه اخيك حسنه. حسن. كي نقولوا حنا ما كاش صدقه رسول الله، ما كاش اللي ما عنده شم في الدنيا بصح شاولو الا توجد تمد هذيك الابتسامه للناس باش ما تعيش الناس، الناس راهي عيانه راهي فشلانه راهي ما كاش ليها غايه كاع. شاول سي اوبليجي ماشي يليق، اوبليجي عليك بنادم يبتسم في وجه خوه. يعني شيء ضروري. ضروري هذه حاجه ضروري. هذا التواصل ويوقع المحبه. ما فيها عليك، ما فيها عليك ليك انت وجهك يجوجري يقعد صغير وانت توجور تقعد ناشط وكل شيء راك معاه تضحك مع خوك. والناس تحبك تاني. والناس تحبك بالسيف عليهم تبغيك باسكو علاه همك خليه ربي. بارك الله فيك. شكوى لله. ما تقطعش على روحك هذاك الخير، هذا خير تضحك في وجه الناس هذا خير كبير. وانت سي محمد ابتسامه تريح القلب، سمعتني تريح الكور. يليق هذا التواصل ما بين الناس تبتسم في وجه اخيك راك فاهمني. الناس مشي غير توشيه يقول لك مالكم من توشيتني خويا ما سريع الانفجار. سريع الانفجار خويا ديزولي باردون منا ابتسم في وجه خوك راك فاهمني. هذا هو المجتمع. بارك الله فيك. نشاول الله خويا. باش تحس روحك راك من المجتمع. باش تحس روحك راك لازم منا، ماشي غير يجبد عليا وخر منا. ديجا راه حتى الابتسامة. شفت فيا. لا بصح الابتسامة نظن الله راهي في قلبك، شكون راك تهضر بحنانك وبحال القلب تاعك. والله غالب والله راه هاك. حتى في قصة سيدنا سليمان من وقع الحوار مع النملة. مع النملة. ربي سبحانه يقول فتبسم ضاحكا. تبسم ضحكا. إذا كاين ابتسامة وكاين كاين
وهذا الشيء يعني ترد الانسان كما قلنا اجتماعي، ترده يعني يتالف مع الناس. كاين تواصل، كاين تواصل، اكيد تواصل، تواصل، واش تواصل بسيط. ايوا باطل باطل برك لو ما تدفعش فيه فرنك، غير شنو تحرك شويه هنا العضلات تاع فمك. ديجا وجهك يكون مريح، يكون لازم حتى في الامراض وفي كل حاجه تسوق مرتاح. تما فيها الفائده، فيها الفائده لينا اللي يبتسم واللي يستقبل كذلك، واللي يستقبل الابتسامه. ايوا واش نقول لك، هذا اللي بغيت نقول لك عليه. راني نشوف في كرده تما، هذه ماكش داير على باطل. هذه كي نسموها كرده وبالعربي حبل. الحبل لاش تحتاجه؟ قادر دير فيه بزاف صوالح مثلا. واللي فيه مآرب اخرى تما قادر دير به اي حاجه، قادر يعاونك في الخدمه، قادر. بصح كي غادي نقولوا في ديننا وين ما تفكروا الحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذا شد معايا هكا، شنو هذا؟ اذا الله عز وجل واش يوصينا؟ قلنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني في الحبل والقران هو الـ 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 واش وصلنا الله عز وجل، واش وصلنا ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا لما نتمسك بالحبل يعني نتمسك بكل ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وما اوصانا به الله عز وجل. باسمك اللهم نبتدئ، وعلى نبيك رسول الرحمه نصلي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هكذا الحديث، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال أيضا يدعم هذا المعنى: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعه منكم بسط الوجه وحسن الخلق، أي أن يكون الوجه منبسطا والخلق حسنا. ما معنى هذا؟ هذا نبي الإنسانية، نبي الرحمة، جاءنا بالسعادة في الدنيا والآخرة. المسلم يعيش سعيدا لأنه يثق في الله ويحب الله ويعلم أن غدا بيد الله وأن الرزق بيد الله وأن الرزق في السماء لا في الأرض. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا الإسلام، هذا المسلم لا يتحمل هذا الثقل الذي لم يحمله الله إياه. فلقد تحمل الله أثقال الأمة الإسلامية، أمر المسلم أن يعمل وأن يتفاءل وأن يعلق أمله بالله تبارك وتعالى وأن يسعد ويفرح بالإسلام والإيمان الذي بين جنبيه. فالمسلم يعيش سعيدا مسعدا، يعيش سعيدا فرحا مسرورا، ولذا يبتسم ويفرح. حياة المسلم ابتسامة، لا يعني أن المسلم يحذر في هذه الدنيا المعاصي والمحرمات أنه يعيش شقيا، حاشا لله. هذا القرآن يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. يقول هذا الإسلام والقرآن سعادة، ليس الإسلام ولا القرآن شقا، إنما هو سعادة وفرح. ولقد عاش سيدنا رسول الله وهو قدوتنا سعيدا فرحا مسرورا، وعلمنا السعادة وعلمنا التفاؤل، بل وأمر أن نسعد الناس ابتداء من السلام، نسلم على الناس لنقول لهم: أنتم سالمون منا ونحن نحبكم ونحن سعداء بكم ونحن نسعى في سعادتكم. المسلم طلق الوجه. اليوم نشوف العجيب،
شوفوا المسلم غضوب، المسلم لا ترى الابتسامة على وجهه، وإن تبسم فبتبسم المتكلف، ذاك الإنسان المتكلف لما يسمع الابتسامة في وجه الآخ صدقة، أو كما تلون الحديث الأول والثاني، شوف يتكلف الابتسامة، يتكلف السعادة. المفروض المسلم سعيد فرحان لأنه مؤمن، لأنه يعمل عمل صالح، لأن الله تكفل له برزقه وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. سيدنا رسول الله عاش كثيرا ما كان لا يجد ما يتقوت به، ولا القوت الذي يعيش به مع أهله، وكان كثيرا ما يبيت طاويا كما أخبرت عنه عائشة والصحابة وزوجاته، لكنه كان يعيش سعيدا حياة طيبة. لما؟ لأن قلبه المؤمن متعلق بالله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا اطمأن القلب بعث الابتسامة على الأفواه وعلى المحيا وعلى الوجنات وعلى الوجوه. إذن الإنسان الذي يظهر البشاشة هذا إنسان مؤمن، هذا بل لا يعيش الإيمان النظري، هذا يعيش الإيمان الحقيقي، يعيش إيمان السلف وإيمان الصحابة. لكن الإنسان المكفهر البائوس اليائوس القنوط، هذا الإنسان يقنط ويقنط غيره. إذن نحن أمة السعادة والابتسامة والفرح هذا. وبارك الله في الجميع، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبارك الله فيكم جميعا. بشرى لقوم إنها الآيات، نزلت فنور في الحياة حياة. بشرى لقوم إنها الآيات، نزلت فنور في الحياة حياة. تمل قراءة بل إنها يا قومنا سبحات، هي لذة الحادين نحو جنانهم، لم يثنهم في العالمين شقات. حفظوا الكتاب مرتلا جودة، فتعطرت بالقارئ الأصوات، بالقارئ الأصوات. حفظوا الكتاب مرتلا ومجودة، فتعطرت بالقارئ الأصوات. بشرى لقوم إنها الآيات، نزلت فنور في الحياة حياة.